بالنسبة للدراجات النارية يعني بصورة عامة هسه حاليا بالسوق مؤثرين على الوضع حيل 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 يعني فدنا إلى درجة. يعني البعض ما دحكي يعني على الكل بس خلينا نقول الأغلبية يعني إذا يجي هسه أبو دراجة هسه حاليا هسه بقانون بالجديد إذا أبو دراجة يجي متعمدا يدعمك قبل يذبون اللوم على ابو السيارة عمه وعلى ذول العطارين على باب الله الناس على باب الله أهل الدليفري بعض منهم مو الكل يعني ما بدي احكي على الكل يعني بيهم ناس تمشي على كيفهم ماخذين السايد الايمن يعني تباوع هسه هذا الشارع هسه شوفت عينك باوع بتباوع هسه على الشارع يمكن 1000 دراجه باليوم هاي الظهريه ماكو حد شارع فارغ بس دراجات. طبعا بخصوص الدراجات او بالاخص دراجات دليفري اكو لغط يصير علينا بالشارع كلش كبير انه اهل الدراجات مو خوش او اهل الدراجات يعني ما يمشيهم بالشارع مو خوش. فاحنا بدنا نوضح نقطه، اغلب اهل الدراجات الناريه يطلع من الصبح على رزقه في سبيل يجيب رزق الاهله فملتزم بقوانين الشارع. فاكو ناس هوايه بالدليفري يعني زينين ومقابلهم اكو ناس شينين. احنا كمندوبين توصيل داخل الفلوجه واطراف الفلوجه نعاني من عده مشاكل، بالنسبه اذا اكو ناس مسيئه بالشارع او اصحاب دراجات اللي يعلق واللي يعني ضايق باهل السيارات هذا ما يمثل الاغلبيه. المندوبين كلهم اغلبهم يعني اصحاب عوائل واللي طالعين على معيشتهم وكل واحد بهم عايش عائلته. نلاقي حجوزات لنا بالشارع، اذيه لنا بالشارع، اغلبها تكون بسبب ناس يعني خارجه يعني ما منضبطه واغلبهم هم مو يعني مو مندوبين. مجرد ما هم طالعين على ونستهم واغلبهم يكونون طايشين، هذا اوكي نسلط الاضواء عليهم ممكن نعالج هذه الفقره، لكن اللي طالع مندوب وطالع على رزقه وطالع على عيشته يا ريت يكون تساهل اليه من قواتنا الامنيه ومن ناسنا اللي بالشارع.